السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي، كان رحبوا بكم في هذه المناسبة ديال العيد المولد النبوي الشريف، وكنت منه لكم إن شاء الله الصحة والسلامة إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذا العيد اللي هو من خير الأعياد إن شاء الله، اللي هو عيد نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. شحال من واحد كيقول لك أنا ما كنحتفلش به، ما غاديش نحتفل به. نحن لقينا الأجداد ديالنا وفي الأصل ديالنا كيحتفلوا به سنين وسنين وسنين، كيحتفلوا بهذه المناسبة السعيدة إن شاء الله اللي هي عيد خير الرسول. غادي يجيو شي وحدين غادي يقول لك شاف لا ما كنحتفلوش. لا، خلي داك الرأي عندك، ما تحتفليش به انت، أنا كنحتفل به. الرسول ديالنا كنحبوه في القلب ديالنا، وكنطيعوا داك المسائل اللي قال لنا والقرآن اللي نزل علينا، كنبغيو الله سبحانه وتعالى، كنبغيو القرآن ديالو، كنبغيو حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى سمى حبيبه وهو حبيب الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجي ونقولوا لا الرسول لا الرسول. هذيك الهضرة اللي قالها يخليها عنده، ما يحتفلش به، ما يبغيش، اللي بغى يديرو يديرو. احنا كنحتفلوا به الحمد لله رب العالمين، لأنه خير رسول وخاتم أنبياء الله، اللهم لك الحمد على ذلك، ونشكر الله سبحانه وتعالى اللي جعلوا في قلوبنا بإذن الله. مرحبا، غادي نقدموا لكم واحد الغديوة إن شاء الله ديال الدجاج. الدجاج بطريقة زوينة، غادي تشوفوا معي الطريقة باش غادي نصوبه إن شاء الله. هذا هو الدجاج مغسول بالحامض منقي، من الأفضل، أنا كنقولها من الأفضل تخليوا ليه القشرة ديالو. القشرة ديالو كيجي محمر ملي كيجي واللون ديالو زوين، ملي كنخليوا ليه القشرة ديالو. هنا عندنا لصوص، هذا لصوص اللي هي باش غندهنوه دروك، وهي باش غادي يطيب الآن، وبعد ذلك ملي يطيب غادي ندهنوه بشويه. انا نقول لكم ديك الساعه اش باش غادي ندهنوه. هنا غادي هاد لاصوص فيها القزبر، فيها الثومه، فيها البصل، فيها يعني التحميره، فيها شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، وشويه سكنبجي سكنجبير ان شاء الله. هنا عندنا البصل، هنا عندنا القناص، الكبده. خديت الكبده بوحدها، ما خديتش داك الكيس اللي كيكون عامر بالحجر، داك القناصات اللي كيكون عامرين بالحجر. هنا خدينا الزيتون اخضر، وهنا خدينا الحامض مصير بشويه ديال الزيت. هنا غادي نطيبوه في الماء، هاد الدجاج ديالنا غادي نطيبوه، غادي نديروا ليه لاصوص. ها انتم ان شاء الله غادي نخوي هاد الماء اللي عندي في الزلافه ديالي، كناخذوا الدجاج ديالنا كندوزوه في هاد لاصوص حبه حبه، وهكا نجيبوا المجره فاش غنديروه مباشرة، نديه للطنجرة ديالنا. واللي بغى يجيه أحسن من الأحسن هاد لصوص، تكون يعني الدجاج ديالنا يبات في لصوص كيجي أحسن في المذاق. ويني غير هاد الطريقة، غير هاد الطريقة اللي غادي نوريكم، جربوها وردوا عليا إن شاء الله. أنا نبغيكم تردوا عليا على هاد الشيء. الناس اللي كما كنقولوا اللي هاد المناسبه كيقول لك لا سيدي ما تحتفلش بها، لا، الراي ديالو خليه عنده وما يحتفلش به. هادوك اللي كيسموا الناس ام البراءه، ام هادي الامهات المسلمات، حنا ماشي حنا كنقولوا دروكا هما كيردوا الناس اللي يحتفلوا بالرسول ماشي مسلم، وهما كيصحابهم واش مسلمين، هما كيظنوا رسهم واش مسلمين. خير خلق الله، راه الله سبحانه وتعالى فضلوا على جميع الرسل، ختم به الرساله ديالو، ختم به الرساله السماويه للبشر، ويجي البشر يقول لك ما تحتفلوش به. علاش ما نحتفلوش به؟ نحتفلوا به، رسولنا راه كانوا الناس في المساجد كيتحلوا، كيكون الذكر، كيكون سكسو، كياكلوا الناس الكسكسو، كياكلوا الناس، هذا كاحتفال بالرسول ديالنا، اللهم لك الحمد. غير مع هاد الوباء اللي كاين دروك ما بقاش الاحتفال في المساجد، ولكن الناس اللي هما عندهم عقليه يعني اسميتو كيقول لك لا سيدي علاش نحتفلوا به، علاش نديروا، علاش. وراس العام راه كتحتفلوا به، الاعياد الميلاد ديال ولادكم كتحتفلوا بهم. هذا هو الدجاج ديالنا، هو غادي ندوه فوق العافيه مباشره. عندنا هنا البصل، ها هو البصل ما غاديش نديروه دروك حتى يطيب الدجاج. ملي ناخذوا الدجاج من هنا غادي نضيفوا ان شاء الله البصل ديالنا. هنا غادي ناخذوا واحد
الماء ها هو غادي نخويه واحد اترو ديال الماء، اترو ديال الماء غادي نخويه لتحت بحال هكا، وغادي نطيبوا هاد الدجاج ديالنا في الماء وبهاد لاصوص اللي درنا ليه، وهاد الشيء القناصته وما غاديش نضيفوهم حتى يكون شويه الزيت، راه غادي نضيفوها زيت النباتيه او زيت الزيتون الا بغينا، غادي نضيفوها ملي غادي نطيبوا البصل ونضيفوا الزيت ونحيدوه مباشره باش الدجاج ديالنا ندخلوه للفران. الدجاج ديالنا ها هو درناه في الطنجره، غادي نخليوها ان شاء الله ندخلوا الدجاج ديالنا يطيب مزيان قبل ما نحيدوه باذن الله. هنا كناخذوا الزبده ديالنا كندوبوا شويه الزبده باش ندهنوا الدجاج ديالنا. هنا غادي نملحوا الزبده ديالنا بشويه الملحه، شويه الملحه، وهنا غادي نديروا الكيتشوب، شويه ديال الكيتشوب، غادي نخلطوا هذا الشيء ديالنا. هذا هو الدهنة باش غادي ندهنوا ان شاء الله الدجاج ديالنا، الخلاط يكون مزيان، ونديروا شويه ديال التحميره ايضا. هذا كيتشوب، غادي نديروا شويه التحميره، معلقه صغيره، لانها هو ان شاء الله طيب. غادي ناخذوه بحال هكا غير بشويه من ونحطوه، ما بغيناش الطوا اللي غندخلو الفران تكون عامره بالماء، داك الشيء علاش قطرناه بحال هكا، لان الا عمرات بالماء غادي دائما نسقطرو الماء ديالنا ديك المرقة. وهاد المرقة هي فاش غنطيبو البصل ديالنا ان شاء الله. كما كتشوفوا الدجاج دانا كل دجاجة قطعناها على اربعة المرات، هنا ان شاء الله غادي ناخذوا هاد لاصوص نخويوها في واحد الكوكوت مينوت باش نسربيو الطياب ديال البصله ان شاء الله. غادي نديروا فيها هاد لاصوص وغادي نضيفوا ان شاء الله زيت نباتيه او زيت الزيتون على حسب اللي بغيتو. غناخدو البصل ديالنا ها هو، وناخدو القناص الكبدة ديالنا، الكبدة، غادي ناخدو الزيتون، غادي نقلبهم شوية نسدوها مع النتا تقريبا واحد 10 دقائق يطيب لينا هاد الشيء. هانتوما عشرة دقائق ان شاء الله غادي نحصلوا على يعني هاد لاصوص زوينه، غتجي زوينه باذن الله. واحد الشتاء غادي ندهنوا بها، ها هي لاصوص ديالنا، ندهنوا بها الدجاج باش نحصلوا على الدجاج
محمر كيجي زوين في اللون ديالو، وهاد لاصوص ايضا كتعطيه واحد منظر رائع. نعاودو دهنا لهم حتى تكمل لينا لاصوص ديالنا. ندير في الطوا مباشرة باش الكونتاكت ديال السخونية ديال الطوا مع الدجاج باش يجي محمر من التحت ومحمر من الفوق. الدجاج ديالنا هو دخلو الفران، لاصوص ديالنا كطيب في الكوكوت، بعد قليل نتلاقاو باش نحطو الطبق النهائي ان شاء الله. مرحبا بكم، حنا دروكا ان شاء الله غادي نحاولو نديرو الدجاج ديالنا فوق هاد لاصوص وهاد البصل والزيتون اللي درنا هنا. هذا ان شاء الله طبق رائع. طبق يعني طوب بإذن الله. كنديرو شويه ديال لاصوص هكا من الفوق باش يبان التبصيل ديالنا رائع ان شاء الله. وغادي نديرو ان شاء الله شويه ديال الحامض المصير نزينو به بحال هكا على انحاء الدجاج ديالنا. هو شي حاجة روعة 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 روعة، وكلاس يعني تبارك الله شي حاجة طوب بإذن الله. نمسحو يعني التبصيل ديالنا من الجناب. مرحبا بكم إخواني أخواتي، هذا هو التبصيل اللي درنا لكم اليوم، تجربة خير برهان، جربوه شي حاجة طوب طوب. ونطلب من اللي طبقوه بالحرفيا يرد الجواب في القناة ديالنا على هذا الدجاج كي جاه ان شاء الله. وغادي تشوفوا ان اللي طبقوا بالتطبيق كما درنا ليه ان شاء الله غادي يحصل على واحد النتائج مهمه مهمه جدا جدا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.